يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل هذه الآية تشمل الشرك الأكبر والأصغر؟ الأكبر لا شك، هذا بالإجماع. أما الأصغر في خلاف، قيل يغفر إذا كثرت الحسنات رجحت الحسنات فإنه يغفر، وقيل إنه لا يغفر بل يعذب به، لكن ما هو مثل تعذيب الشرك الأكبر، يعذب به بقدره ثم يخرج من النار ولا يخلد فيها إلا المشرك الشرك الأكبر. نعم.